السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي، ومرحبا بكم من جديد معايا في قناتي. اول حاجه كنبغي نشكركم بزاف بزاف على التعاليق الغزاله والطيبه والحلوه في حالكم اللي دائما كتفرحوني بها، سواء في الفيسبوك ولا في الخاص ولا في اليوتيوب. فعلا اللي كتخليني نزيد القدام ونعطي اكثر. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا واحد النكاتين اللي كتجي غزاله بزاف بزاف، وبمكونين فقط اللي ان شاء الله غادي نشوفوهم في لا فيديو. هاد النكهه هادي كتقدروا تزوقوا بها لي صابلي سلو، كما شفتوني زوقت السلو ديجا بها. تقدروا ديرون في لي كلاص، في لي كيك ديال اعياد الميلاد، تقدروا تصوبوكم اون باز ديال لي كروكومبوش، اولا دي باني اللي تقدروا تسربيو فيهم لي كلاص شوكولا او لا اي حاجه اخرى. المهم عطى الله بزاف ما ديروا بهم. ان شاء الله غادي تنجح معكم الا تبعتوا المراحل والنصائح والطريقه ديال الخدمه ديالها. باش بلا ما نطول عليكم نشوفوا شنو غادي نحتاجوا المقادير ونبداو على بركه الله. هنا بالنسبه للمقادير عندي 150 غرام ديال سنيده، وعندي 70 غرام ديال الزنجلان محمر شي شويه. هنا في واحد الكسرونه كنحط السكر ديالي اولا السنيده ديالي، وكنشعل عليها على عافيه مويان ما تكونش مجهده. كنحرك غير شي شويه، ما كنستعمل لا معلقه لا حتى شي حاجه، غير شي شويه هكذا بيدي. وان فوا كيبدا كيبان ليا السكر ديالي ولا كيتغير اللون ديالو، كياخذ اللون ديال العسل، كنحضي معاه. فهاد لا ميثود هادي غيبان لي السكر انه خدا واحد لا كولور موحده كما كتشوفوا في لا فيديو كامل، وداب كومبليتمون وبدا كيتكراميليزا. هنا من بعد ما تكراميليزا ليا السكر ديالي كنزيد عليه داك الزنجلان اللي ديجا شي شويه محمر، وكنبدا كنحرك دغيا دغيا، وتكون يدي شي شويه خفيفه فيه، وكان صافي كنهزو من فوق العافيه باش ما يزيدش يطيب ويتحرق ليا من بعد، ويعطيني واحد المروره وواحد لوغو اللي ماشي هو هذاك في النوكاتين ديالي. هاد لا نوكاتين هذه تقدروا ديروها باللوز، تقدروا ديروها بالزنجلان، تقدروا ديروها بالكاوكاو، زريعه الكتان، باي حاجه بغيتو. الا جاب الله وبدا شفتوا انه السكر بدا كيطيب اكثر من اللازم، كتكونوا موجدين واحد الكاسرونه حداكم ولا واحد لوبول اللي كيكون فيه الماء بارد اللي كتغطسوا فيه ديك الكاسرونه من القاع ديالها باش كيحبس لا ميثود ديال الطياب. هنايا كنجيب واحد السيلبات وكنخوي فيه النوكاتين ديالي، تكون باقه سخونه ماشي حتى تبرد ولا حتى تدفى، وكنغطيها بواحد البياس ديال السيلبات من الفوق كما كتشوفوا في لا فيديو، وكنبدا كنطلق لا نوكاتين ديالي. ممكن تستعملوا لي سيلبات حيت ما كيلصقوش نهائيا، زوينين السون ايديال فريمون النوكاتين. سينو كيمكن لكم تستعملوا لي فيدوسي ولا تستعملوا البابي سلفيغيزي، ولكن ضروري ما تدهنوه بشي شويه ديال الزيت حتى كنطلقها بالسمك اللي انا بغيت. فوالا هنايا قلبتها باش عاود رجعت طلقتها شي شويه وباش ما تبرد ليش بزاف من الجهه الاخرى ونحل فيها في التقطع ديالها. النوكا كتبغي الخدمه تكون سريعه، خص اليد تكون سريعه سريعه بزاف بزاف باش ما النوكا ما كترجعش تجمد لكم او لا تعقد لكم بالزربه. ها هي طلقتها مزيان. كناخذ واحد القطاعه اللي انا غادي نستعمل على حساب القطاعه اللي نتوما اللي بغيتو، وكنبدا كنشكل قطيعات ديال النوكا ديالي وهي باقا دافيه، ما خصهاش تبرد ليا، وخصني نكون هاد لا ميثود هادي خصني نكون خفيفه فيها، يعني كندير داكشي بالزربه. انا غادي نوريكم حتى كيفاش راها باقا هنايا باقا سخونه يعني، وسهل انني باش نحيدها وباش نشكلها. ان فوا باقا دافيه كنهزها بحال هكذا، انا درت غير هادو حيت كنت درت فيهم سلو في الوسط. كتشكلوها بالطريقه اللي بغيتو، على شكل ديكورني ولا على شكل سليلات، المهم نتوما كيبقى لكم الاختيار. فوالا وكنبقى بهاد الطريقه هادي حتى كنشكل النوكه ديالي كامله. كيمكن ليكم تشعلوا الفران ديالكم وتخليوه غير دافي، ما يكون سخون بزاف ولا طايب، يكون غير دافي. وكتقدروا الا جاب الله نشفات لكم كانت ديكم شويه ثقيله ونشفات لكم النوكه،
كتقدروا ديروا داك السيلبا ديال السيليكون في واحد الطاوة وكتدخلوها الفران غير باش كتبدا كتطلق شي شويه راسها باش ما تعذبوش معها وتخرجوها وتكملوا التقطاع. انا غادي نوريكم، انا قلت لكم على الطريقه هذه اللي ديجا كنديرها بعض المرات الا كان عليا الدركه ولا مصوبه النوكة بزاف كنخدم بها بزاف، وغنوريكم طريقه اخرى اللي تقدروا حتى هي ديروها. انا حاولت ما نقطعش بزاف من لا فيديو باش يبان لكم اكثر وتستافدوا اكثر. والطريقه الثانيه ممكن انكم ديروا النوكة ديالكم غير في لا ميم كاسرول اللي ديجا خدمتوا بها وديروا فيها حتى البقايا اللي كيبقاو لكم من بعد ما كتقطعوا النوكة ديالكم، البقايا اللي كيبقاو كتتومات تزيدوهم او ان فوا غير تحطوها فوق العافيه غير تذوب، غير تذوب يعني ماشي تعاود تطيب من جديد، غير تبدا كتذوب لكم وتحطوها اونكور ان فوا على السيلبا ديالكم وتخدموها. انا غير بغيت نوريكم يعني باش تشوفوا كيفاش. حاجه اخرى، النوكة ديالكم ما تخليوهاش في يعني طومبيراتور ديال الكيتشن اولا ديال الكوزينه ديالكم تكون دافئه اولا سخونه، لانه غادي تقدر ترخى لكم وما تبقاش شاده راسها. الوغ ردوا بالكم من هاد القضيه هادي. هنا كما كتشوفوا شكلت بتقطيع اخرى يعني بطابع اخر شكل اخر غير باش نوريكم، وانتم كيبقى لكم الاختيار تقدروا تستعملوا اي شكل او لا تستعملوا اي قطاعه بغيتوا. فوالا كما كتشوفوا انا خرجت هنايا وريضات كبار ودرت وريضات صغيورين اللي كان نديرهم حتى همايا في لا غارنيتور ديال الحلويات سواء ديال اللوز ولا السابلي ولا تسلو بهذا الشكل. هذا وريضات صغيورين كتقدروا تحطوا فيهم واحد العقيقه في الوسط كيعطي واحد المنظر وشكل غزال، وتقدروا تزوقوا بهم حتى لي كلاص ديالكم اولا ديروا دي بلاك كبار تكتبوا عليهم هابي بيرثدي ولا جويز انيفيرسير ولا عيد ميلاد سعيد ولا اي حاجه بغيتوا. وكتقدروا تصاوبوا حتى شرائح صغيره وكتقدروا نديروهم على شكل دي باني كتلصقوهم في الجنب بنفس الخليط يكون باقي سخون يكون باقي دايب وكديروا واحد شويه كومانغلو اولا لصق وكتلصقوهم في الجنيبات وكيجيو سليلات كيتهزوا. اي فوالا النوكا اولا النوكاتين ديالنا ها هو بجد. كنتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو، الى عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك جيم 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 كما العاده، خليو لي دي كومونتير الى عندكم اي سؤال مرحبا والف مرحبا، اشتركوا في القناه الى باقين ما مشتركينش وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد، وابشركم مبروكه بالصحه والسلامه ورمضان كريم على الجميع والله يحفظكم من كل شر. احبكم في الله والى فيديو جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.